بنشوة تصدره للرابطة المحترفة الأولى على حساب شبيبة القبائل بالأداء والنتيجة، وعودته بتعادل ثمين في ثانية المنافسات القارية من حيث الأهمية، يدخل شباب الأزداد مواجهة الإياب عن الدور 32 الأول من كأس الكاف أمام نادي بيراميدز المصري. أبناء لعقيبة وعلى أمل تأكيد سلسلة النتائج الإيجابية المحققة مع بداية الموسم الكروي الجديد، سيسعون حتما لتجاوز عقبة الضيف المصري لمواصلة حلم الزحف نحو مرحلة المجموعات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي الجزائري بالنظام الجديد للبطولة. أشبال عبد القادر عمراني، ورغم تفادي سقوطهم ذهابا بالقاهرة عندما فرضوا التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نادي الأهرام، إلا أنهم يدركون أن لا شيء حسم ما دام المتبقي 90 دقيقة أخرى مع تغير بعض العوامل أهمها أفضلية الأرض والجمهور، مع التذكير بحداثة ممثل الكرة المصرية بالمنافسات الخارجية. موقعة صارت هذا الأحد التي ستدور على ملعب 5 جويلية يدخلها الشباب بتعداد مكتمل الصفوف، حيث ستصوب الأنظار نحو صانع الألعاب أمير سعيود إلى جانب هداف الفريق محليا حمزة بن لحول لهز شباك بيراميدز. في الجانب الآخر يدخل الفريق المصري بمدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر اللقاء بتشكيلة غير مستقرة باستعادة مدافعه أحمد أيمن منصور وافتقاد القائمة لكل من علي جبر للإصابة، والأوغندي عبد لومالا ومحمد عطوة، والإيفواري ولفريد كانون لعدم القيد الإفريقي.